يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما رمضان 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 يا حبيب. السلام عليكم، صحة فطوركم، صحة رمضانكم، معكم سناء في وصفة جديدة، تحلية باردة بالزبيب. نحتاج لهذه الوصفة يطرو تاع حليب ومغرف كبيرة دهان نضيف كاس سكر نخلط المكونات فوق النار نخلو الحليب تاعنا حتى يغلي شوية كي يغلي الحليب شوية نضيفو له كاس سميد رطب ونحركو برخف باش السميد ما يتكور لناش نقعدو غير نحركو حتى نتحصلو على كريمة تاع سميد كما راكم تشوفوا نتحصلوا على هذه الكريمة هذا هو القوام تاعها هنايا نطفو على النار ونضيفو الكريمة تاعنا كمشة تاع زبيب واللي عندها مكسرات تضيف مكسرات ما بين نحكمو البلاط تاعنا ويكون صغير ونكبوا الخليط تاعنا وندخلوه في الفريجيدير باه يجمد هذه هي التحليه تاعنا بعد ما خرجناها من الفريجيدير كما راكم تشوفوا دروك نقلبوها ونقدموها كانت معكم وصفة تحلية باردة بالسميد والزبيب ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها بقى لي غنقولكم باي باي.